مرت 3 أشهر منذ أن بدأت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية عملها بمركز إويسنا بمحافظة المنوفية. تجربة تعليمية مختلفة ومتميزة نشاهدها معكم في سياق التقرير التالي. كأي يوم دراسي يبدأ الطالب في الصباح الباكر يومه، لكن يوم أحمد عبد الناصر يبدو مختلفا. وهو شاب في 15 من عمره، التحق بمدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية والتي تسير على نهج المدارس اليابانية بعد إعطاء المدرسين دورة تدريبية هناك، ليحكي لنا أحمد عن يومه ومدرسته بشغف واضح. أنا بخرج من البيت بس بروح عند الأوتوبيس، بينزلني هنا عند باب المدرسة، بنخش بنقف طابور، بنختم، بنخش ناخد الوجبة. بعد ما بناخد الوجبة كل واحد كل 5 6 بيقفوا على سلم، بعد ما يخلصوا الوجبة بتاعتهم بيقفوا على الطابور. المدرس بتاع الألعاب بيدينا شوية تمارين الصباح عشان نبقى يعني فريش كده مش كسلانين. بعد ما بناخد تمارين الصباح بنطلع فوق الفصل، لو علينا نظري بناخد النظري. بنيت المدرسة على مساحة 5000 متر مربع، ليفتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام ضمن مشاريع عدة، فتستقبل طلابها بعد انتقائهم بعناية، ويبلغ عددهم 144 طالبا كدفعة أولى، وتنقسم إلى 3 أقسام تكنولوجية. ابتدينا الدراسة فيها السنة دي، في عندنا 3 تخصصات فيها، في تخصص ميكانيكا، وفي عندنا تخصص كهرباء، وفي عندنا تخصص تبريد وتكييف. 3 تخصصات. 3 تخصصات دول كل تخصص فصلين، الفصل الساعة بتاعته 24، طبعا عشان 24 طالب عشان نراعي الكثافة بتاعة الطلاب ما تبقاش كتيرة زي المدارس العادية بتاعتنا. وفي طور التغيير تنتهج المدرسة مناهجا جديدة تدرس لأول مرة. احنا عندنا المناهج طبعا بتنقسم الى مناهج تخصصيه خاصه التخصص ومناهج ثقافيه، لان احنا بنبني فني متكامل، مثقف زائد راجل فني محترف عنده فكر وعنده ابداع. ان ابرز حاجه عندنا ان المناهج كلها مترابطه، يعني اللغه العربيه لها علاقه بالمنهج التخصصي، الانجليش لها علاقه بالتخصص، العلوم المتكامله. تاني حاجه ان التطبيق ان هو بيطبق المنهج اللي هو بيدرسه. كمان يعني هو بيجد كل، ما عندوش مشكله ان هو راح يحفظ ويذاكر، احنا مش عايزين نعتمد على كده، احنا عايزين مناهج مش بالطريقه التقليديه الحفظ والاستظهار، لا احنا عايزين مناهج تبني افكار ابداع. بنحاول نخلي المنهج ده على هيئه نشاط، ان الطالب يبقى حابب يجي المدرسه، هو اللي جاي وعايز يجي المدرسه. اقامه مدرسه العربي الثانويه للتكنولوجيا التطبيقيه يبني جيل مختلف، ويضمن توفير عماله مدربه جيدا على الوسائل التكنولوجيه الحديثه، ويفتح سوق عمل وتعليم امام الكثيرين.